كان ضابطاً في الجيش السوري وعمل محاضراً في الكلية الحربية، لكنه انشق عن النظام السوري وواجه قوة الأسد في القنيطرة حيث فقد أكبر أبنائه. فما قصة العميد الركن عبد الإله البشير؟ لم يكن العميد الركن عبد الإله البشير والمنحدر من قرية الرفيد بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا معروفاً كثيراً لدى الأوساط الثورية، حيث كان يعمل كضابط لدى الجيش السوري وخدم في عدد من القطع والتشكيلات العسكرية. لكنه مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011 عرض أسلوب الأسد في التعامل مع الاحتجاجات، حيث قال لأصدقائه إن ما يفعله النظام السوري مع الشعب أقصى وأشد ألماً مما يفعله العدو مع الشعب الفلسطيني. وعندما زاد الأمر عن حده أعلن البشير انشقاقه عن الجيش السوري في يوليو تموز عام 2012، حيث عمل على تأسيس وتشكيل نواة الجيش الحر بمسقط رأسه بالقنيطرة، وتسلم رئاسة العمليات ضد القوات النظامية، ثم تسلم رئاسة المجلس العسكري فيها لاحقاً، وانتقل من الجبهة الشمالية للقنيطرة ليحرر القطاع الجنوبي، حيث تسلم غرفة العمليات بنفسه ونظم الخطط العسكرية التي نجحت في تحرير أكثر من 90% من الريف الجنوبي للمحافظة، كما عمل على تأمين خطوط إمداد مع محافظة درعا وفتح الطريق بشكل آمن. وفي مطلع العام 2014 أنهيت حياة ابنه طلال في معركة ضد النظام السوري، الأمر الذي جعل احتقاره يزداد للنظام، حيث أصبح نجله رمزاً شخصياً للوصول إلى هدفه وهو إسقاط النظام ومحاكمة رموزه. وفي ذات العام اختار المجلس العسكري السوري الأعلى للجيش الحر العميد عبد الإله البشير بديلاً للواء سليم إدريس كرئيس لهيئة الأركان، وذلك بعد إقالة إدريس من منصبه الذي تولاه منذ العام 2012. ولقى تعيين البشير رئيساً لأركان الجيش الحر ترحيباً من قبل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لكن بعض الضباط المنشقين الآخرين عارضوا توليه ذلك المنصب بحجة أن وصوله بسبب علاقته بجمال معروف قائد جبهة ثوار سوريا، كما أنه كان يعمل مدرساً في الكلية الحربية ولم يسبق له أن قاد وحدات عسكرية، ما يعني أن خبرته الميدانية ضعيفة جداً مقارنة باللواء سليم إدريس رئيس هيئة الأركان السابق الذي يحمل دكتوراه في الهندسة الحربية وعلى احتكاك مباشر بخطط الميدان. وبحسب بعض المصادر العسكرية القريبة منه فإن البشير يتمتع بخبرة كبيرة في دراسة الخرائط العسكرية ومهارات عالية في التنسيق بين جميع الكتائب التابعة له، كما أنه محبوب ويحظى بعلاقات جيدة مع الضباط حوله. وعلى الرغم من نشاطاته العسكرية في القنيطرة فإن البشير لا يحبذ الظهور الإعلامي على غرار بقية القادة الميدانيين في المعارضة.